نوضحها النهارده. سعداء بحاله الحوار اللي دايره مع الساده اعضاء الجمعيه العموميه يا استاذ محمد؟ طبعا طبعا. احنا في الاخر يعني احنا عرضنا اللائحه قبلها بشهر علشان نستقبل اراء كتيره، نستقبل ملاحظات، ويمكن احنا في اللجنه المركزيه جالنا ملاحظات كتيره، مئات الملاحظات، حصل فلتره ليها وقعدنا وتناقشنا في بعض الملاحظات. يمكن اللجنه اتحركت كمان ان احنا عدلنا 6 ملاحظات وبعتناها من اللجنه المركزيه لمجلس الاداره، ومجلس الاداره اقر تعديلات 6 ملاحظات، ولسه لا يعني لسه في ملاحظات بتدرس في الوقت الحالي، وعندنا اجتماع يوم السبت ان شاء الله، ويبقى في توصيات لمجلس الاداره يوم الاثنين. مجلس الاداره في حاله انعقاد على طول مستمر، كل يعني هي جلسه مفتوحه لحد تعديل كل الملاحظات اللي بتجيلنا من مقترحات اعضاء الجمعيه العموميه، ودي ظاهره صحيحة.